لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حتى دروس شريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم 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 حقا سورة علم مشرع شريف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حقا سورة إخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تمام دوست ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حقا درود پاک صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم آية كريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حقا دروس شريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه وسلم بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی مل کے میرے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں لا إله إلا الله يا الله يا الله يا عزيز يا عزيز يا ودود يا ودود يا كريم يا كريم يا وهاب يا وهاب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا سبحان الله رافع الدرجات
ارجا يا مجيب الدعوى يا مجيب الدعوى يا مال الخائفين يا مال الخائفين يا خير الناصر يا خير الناصر يا دليل المتحير يا مفرح المحزونين رب إني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين كلمة تبجيل پڑھئے سبحان اللہ الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم استرني بسترك الجميل اللہ مجھے اپنے خوبصورت پردے میں ڈھانپ لے اللہم استرنا بسترك الجميل اللہ ہم سب کو اپنے خوبصورت پردے میں ڈھانپ لے مل کے پڑھی اللہم استرنا بسترك الجميل اللہم استرنا بسترك الجميل صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم آمین آمین تمام دوست آنکھیں بند کر لیں سر جھکا لیں نہایت ادب سے اپنے اپنے شیخ کریم کا تصور رکھیں شجرہ طیبہ پڑھا جائے گا اس کے بعد تمام دوستوں نے ایک آواز میں ذکر اللہ کرنا ہے محترم حافظ علی اکبر صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نقش بدر عالم نقش مراد بند نقش جناب بند کی گویم بنقش بند اے خدا قد رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر ورائی کے لیے بخش دے بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے فرغان نقش بندہ با خدا کے واسطے تو نہیں ہم لائی گئی دربار اے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت حضرت سلمان فارس عاشق شاہ ہدا حضرت قاسم مجافر صادق امام تا یزید برغزیدہ ابو الحسن شاہ انعام ابو علی فارم مدی اور یوسفی حمدانوی عبدالغالی غزوانی شاہ عارف روانی خواجہ محمد بن شاہ عزیزہ محترم بابا سما سے سید میر کلال آفتاب نقش بندہ شاہ بہاؤدی صغی حضرت خواجہ علاؤدین اتار ولی شاہ یعقوب بیت اللہ احرار زمان شاہ محمد زاہدہ درویش محمد والا شاہ خواجہ مکنگی باقی باللہ سرحدی حضرت ایمان مجد
جائے معصوم حضرت حجت اللہ باصفا شاہ زبیر و خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ عریسا محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ انور محمد باوفا کر کرم کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت مقام نور جن کا میرے آلہ حضرت کی جبی سے ہے ایا وہ سخی ابن سخی وہ صاحب لطف امین ہادی دارین جناب حاجی حافظ عبد القریم رحم فرما رحم فرما سفیل ہادی دین مبی صاحب نور بصیرت حضرت خواجہ نواب پہلے یا الہی از پہلے یا الہی قیوم پنجم الحاج حضرت خواجہ محمد ناصر سن لے میری التجا منزل مقصود تک ہم سب کو پہنچا دے اے خدا آج زمانے بلکہ ولیوں میں نہیں ان کی مثال جن کو حاصل ہے زریز وقت کا پیارا خطاب آج پہلے قبلہ شیخ اعظم قابری میں اکمل ولی رب میں ہے جن کا بلال مہروی اسم پاک حضور خواجہ محمد علی احمد حق نے بلا کے لے لیے آغوش میں جارے ہیں فردوسیوں کے عالم خاموش میں او اے تحریم